الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نرحب بجميع ضيوفنا الكرام كما تفضل الإخوة بمختلف مستوياتهم وصفاتهم الرسمية من العلماء والسفراء والوزراء والنواب والعلماء والحفاظ وجميع الضيوف الكرام الحمد لله هذه مناسبه طيبه وعرفان بهذا الاسم الشامخ اسم الشيخ علي الصوفي رحمه الله والذي كان له بفضل الله تبارك وتعالى تاثير كبير في بلاد الصومال وفي الشرق الافريقيا في كلها تقريبا ببعث وتجديد تعلم كتاب الله تبارك وتعالى وتجويده وتعلم قراءاته فكان بالحق حقيقه مجددا في هذا الباب ويكفي في بلاد الصومال وفي انحاء شرق افريقيا عموما ان يذكر اسم الشيخ علي الصوفي ومدرسته فيذكر القران الكريم تذكر القراءات وتذكر الحلقات وكانت حلقته في مقدشه وفي مسجده الذي اسسه من اجل هذا لنشر كتاب الله تبارك وتعالى بعد الصلاه واقامه الصلوات والخطب وغيرها فجزاه الله تبارك وتعالى عنا وعن المسلمين خير الجزاء واخلف الله لنا في ذريته مثل ابنه الشيخ فضيله الشيخ المغري أخينا وصديقنا الشيخ عبد الشيخ عبد الرشيد ابن الشيخ علي وكذلك أسرة الشيخ كلها أسرة أهل القرآن إن شاء الله فكذلك نشكر حكومة كينيا بإتاحة هذه الفرص وإتاحة الفرصة للنشاط الإسلامي والقرآني والمدارس والمساجد نشكر حكومتها ورئيسها ممثلة بأخينا الوزير وزير الدفاع آدم بر وهو دائما يكرس جهده ومكانته ومقامه لدعم الدعوة ودعم القرآن والمدارس والجامعات فجزاه الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء وجزاكم الله خيرا على هذا الحضور والاستماع شكرا للجميع وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته